أول شيء كان لي فترة أنا بهالرياضة، يعني من 3 سنين تقريبا، مو بالتحديد بالراليات، لأني بلشت بالموتوكروس. الموتوكروس نظام عن حلبة، فكنت أشارك بطولات محلية، بس أنا نوعي مو وايد أحب أطلع يعني بالسوشيال ميديا وكذي. آخر بطولة شاركت فيها هي رالي حايل. قبلها الرالي كنت مشاركة بكأس العالم لبطولة الباها، خلصت فيه مركز الرابع. رياضة الموتوكروس هي تعتبر عن حلبة. الحلبة يكون المسافة مالتها مثلا كيلو ونص لكيلوين، كيلوين ونص، يعني وايد صغيرة. يكون فيها يعني نطاط، يكون فيها كورنرات. فالموتوكروس بالسباق تنقسم إلى سباق واحد، ينقسم حق سباقين. ففي فئات هم من بالموتوكروس، عندك الفئة الدرجات 250، درجات 450، عندك الأوبن كلاس اللي يكون أي فئة تدش، يعني أي دراجة تقدر تدش. وعادة سباق من 15 إلى 20 دقيقة. لو بقارنها بالرالي كأنه واحد قاعد يسوي سبرنت وواحد قاعد يسوي ماراثون. فالرالي كأنك قاعد تلعب ماراثون والموتوكروس سبرنت، يعني بهال 15 إلى 20 دقيقة لازم تبذل كل مجهودك إنك تكون أسرع شيء، أسرع من كل المتسابقين. فالموتوكروس أعتقد لياقتها تحتاج أكثر من الرالي، يعني نبضات القلب بالسباق عادي توصل المعدل 180-190، فلازم يكون عندك لياقة وايد وايد عالية، لازم يكون عندك التكنيك على الدراجة وايد عالي، يعني عندك نطاط، يعني بالراليات ما تشوف وايد مثلاً جامس. فبهالسباقين إذا خذيت مثلاً مركز الثاني مثلاً بأول سباق، المركز الأول يحسبون النقاط الأول والثاني، بعدين يحسبون المجموع، فهني تطلع الدرجة المركز الأول ثاني ثالث رابع. أنا شاركت في بطولة موتوكروس الكويت اللي منظمها من نادي دولي الكويتي لرياضة السيارة والدراجات الآلية، وكانت في مدينة الكويت للمحركات. هني كنت أنا البنت الوحيدة اللي أشارك، فكان ما كان في أي أحد وياي من بنات يعني، فكان جدا صعب اني انافس الشباب. هني كنت بس اني اشارك. بدبي شاركت بعدين بالخليج، لان دبي عندهم فئه حق النساء. اتوقع اول موسم يمكن خلصت خامس بالترتيب العام بالبطوله من كذا جوله. وفي بطوله الاندورا كروس هي نفس فكره الموتوكروس، بس يكون رملتها يعني رمله بر. هذه حققت وصيفه البطوله، المركز الثاني. وهم شاركت بالبحرين. دبي كان أكثر شيء أنجزته هناك، لأن كان المنافسة قريبة علي، إن بعض المرات لما أنافس مع الشباب يكون المستوى وايد غير، فالبنات تقريبا مستوانا نفس الشيء، فقدرت أحقق أكثر وأنجز أكثر بدبي. أكثر صعوبات اللي أواجهها نفسي، يعني إن شلون تكون جاهز، شلون تأهل نفسك حق السباق، شلون أقدر أتعامل مع المشاكل اللي تحوشني مثلاً مع السباق. عندك مثلاً إذا حاشتك إصابة ولازم تكمل، متى تعرف أنك تنسحب ولا تكمل. فهذه كل الأشياء تأثر يعني على نفسية الواحد. فأكثر شيء لازم أنت تكون واثق من نفسك، لازم تكون عارف الهدف اللي بتوصل له، وإذا ما وصلت حق الهدف لازم هم أنت تكون تستقبل هالشيء. في وايد مواقف حاشتني لأن شاركت بوايد بطولات. أتذكر أول في سباق بدبي، ما أتذكر بالضبط شنو صار، بس إنه بلشوا سباق بدوني. أول كنت متأخرة أو سيكلي طفى بالستارت، فكنت وايد متأخرة، يعني كانوا يمكن 45 ثانية قدامي، وبالموتوكروس هذا وايد الوقت. فقدرت أوصل بهالسباق للثالث، من آخر واحدة للثالث، فكان بالنسبة لي طحت بعدين وما خلصت الثالث، بس كان أنا قدرت أوصل من بدايتها لآخر شيء، كان بالنسبة لي إنجاز. كان عندي برالي دبي، كان أول رالي لي، وما يعني ما كنت أعرف شنو الرالي 100%. دشيت يمكن بعمق يعني على طول من موتوكروس لبطولة العالم بدبي مالت الراليات، فما أعتقد كنت جاهزة، يمكن حتى 60% ما كنت جاهزة حق الرالي. فغير إن ما كنت جاهزة ومو متعودة على مسافات طويلة، أول يوم يعني باقي لي 20 كيلو وأخلص أول يوم، طحت وسيكلي ما يشتغل. فهني تحبط، حاولت كل شيء، أنا عندي عدة وياه قاعد أحاول، فما قدرت أصلحها، فاضطريت أنسحب من أول مرحلة.
طبعا عندنا احنا صيانه وقت صيانه، فخذينا الدراجه وديناها وقت صيانه، بطلنا الماكينه اللي قعدنا لساعة 12 بالليل نشتغل عليها. المهم اشتغلت الدراجه وسباق يوم ثاني كنا لازم نقعد بعد 4 ساعات، يعني ما نمت شيء يعني، وبس كنت من كثر الحماس اني بس ابي اخلص، وقدرت اني اصلح الدراجه. فهذا اليوم هذا ما انسى، ان اول شيء كنت متحبطه انه خاص يعني اول بطوله بالرالي وانسحب منها، فكنت يعني مو راضي استقبل هالشيء، قلت لا يعني راح اكمل. وصلنا يمكن لساعة 11 بالليل، قلت شكلها يعني ما راح تصير، فخلاص قلت يمكن بس حاولنا والحمد لله ضبطت. رالي الاردن كان صعب، كان كله صخر، وانا مو متعوده كلش نهائيا اسوق على الصخر، فكان جدا 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 صعب يعني. حتى اتذكر وصلت خط النهايه يمكن كنت قاعده ابكي يعني. كان عندنا بعدين من بعد رالي الاردن وايد ركز على اني اتمرن، فهنغاريا لما سويت رالي هنغاريا والبرتغال هاي كلها تضاريس الاوروبا وايد تختلف هني، وانا ما اسوق هناك كفايه اني اتدرب على، بس كان عندي الثقه اني اقدر اسويه والحمد لله يعني سكت وايد زين يعني. مثلا لو قارن نتائجي مثلا برالي دبي اول رالي، كانوا المتسابقين اللي بفئتي كانوا المسافه بيني وبينهم 4 ساعات 3 ساعات، بنفس المتسابقين ببرتغال خلصت وراهم بعشرين دقيقة 30 دقيقة، فهذا تحسن كبير. ما أعتقد في شيء اسمه جاهزة 100% حق البطولة، أنت تحاول كل ما تقدر تكون مستعد من ناحية يعني لازم أكلك يكون عدل قبل يعني. حتى أنا عندي مثلا مدرب خاص يحط لي جدول التمرين أسبوعين قبل السباق، مثلا الجدول يتغير، الأكل يتغير، لازم تمشي على نظام معين، لازم يعني إحنا بالتدريبات مو بس نتمرن على السيكل، لازم يكون الدراجات الهوائية، سباحة، بالنادي لازم يكون عندك القوة لو طحت إن تشيل الدراجة، فلازم يكون يعني تلعب أثقال، لازم كروسفيت مثلاً، فكل شيء لازم نسوي. فالناس عبالهم إن الدراجة ما يبي لها شيء، بس يمكن هذه أكثر رياضة محتاجة جهد، ان انت قاعد تتحكم بالدراجه بس انت قاعد توقف، قاعد تقعد، قاعد تلف، قاعد تشيل لما تطيح، فمحتاج جهد بدني عالي. حاليا قاعد احضر حق رالي بالسعوديه، وراها على طول ثاني جوله من كاس العالم في قطر، من بعدها راح اشارك ان شاء الله رالي باليونان، هذا راح يكون يمكن اطول رالي سويته على مدى 8 ايام، وهذا اكثر شيء ماخذته تدريب على الملاحه. بعدين ان شاء الله عندي شهر 11 و12 رالي بالسعودية ورالي بدبي، راح تكون نهائي كأس العالم. هو نظام البطولة كأس العالم حق الباها بالتحديد إنه يأخذون أحسن نتيجتين والنهائي يصير دبل بوينت، فهي تكون أعتقد هالسنة 15 جولة، بس أنت مو لازم تسوي كل هالجولات، تقدر تسوي يعني كل ما تسوي جولات أكثر تحسن نتائجك، تزيد فرصتك إنك تصعد يعني على مراكز أعلى. فهي الهدف إن تسوي بطولتين والنهائي، فأنا الحين عندي بطولتين والنهائي بدبي. طبعاً السيفتي هذا أهم شيء الحين حالياً، خصوصاً بالبطولات اللي مالت الراليات كأس العالم، إحنا مضطرين نستعمل الإير باك جاكت، هو نظام يكون السيفتي كامل يحمي الألبوز الشولدرز الظهر والصدر، يعني حماية كاملة، لكن بسرعة عالية في سنسر إنه لما نطيح بسرعة عالية يصير مثل نظام الإير باك بالسيارة، فيساعد إنه تخفف الإصابات. الراليات عندهم وايد قوانين يعني مشددين عليها من ناحية السيفتي، يشيكون على حتى تاريخ انتهاء الخوذة مثلاً، في ناس وايد ما يدرون إن الخوذة فيها تاريخ انتهاء، يكون مثلاً بعد 2 سنين إن الخوذة الماتيريال مالها ما تقدر تحمي مثل قبل، فلازم تغيرها. حتى نظام البروتكشن لازم يشيكون عليه، يشوفون إذا هم عندهم ستاندرز معين يمشون عليها. البوت لازم نلبس، كسرات الركب، احسن شيء الواحد يعني الاصابات بعض المرات يعني لابد تصير منها، خصوصا برياضتنا لان الريسك فيها عالي. فاحنا شو نسوي مثلا لعب الاثقال وايد يساعد اصلا حق الانجري بريفنشن، نتعامل مع العلاج الطبيعي حتى لو ما عندك اصابه، لان العلاج الطبيعي يلعب دور كبير انه يقوي العضلات، انه تكون مرنه، يكون جسمك يعني وضعيته صح حتى لو انت ما قاعد تلعب رياضه. فأنا الحين قاعد أتعامل مع شركة بالكويت قاعد يساعدوني إن اللي يسمونه الانجري بريفنشن، إنه يهيئ جسمك إن حتى لو صار في إصابة الإصابة ما تكون يعني وايد شديدة بالنسبة لو أنت مو متمرن هالتمارين، ونركز على يعني وايد أشياء.
انا قاعد اخذ البطولات، قاعد اركز على بطولات مهمه، يعني كل بطوله قاعد ادشها عندي جول معين بهالبطوله. يعني بقطر اكثر شيء اللي قاعد اركز فيه اني على الملاحه، على ان محمد لما تسوق مكان حار جسمك يليق احسن. عندك مثلا الراليات اللي تصير باليونان مسافتها طويله اكثر، فهذه كلها كل رالي ادشها في هدف معين ليش قاعد ادش هالرالي. انا مو قاعد اشوف انجازات كثر ما اشوف اني انا قاعد اهيئ نفسي حق جول اكبر، واذا جت النتائج جت. اعتقد الشيء اللي ناقصنا هنا ان توعيه بالرياضه نفسها، خلنا الناس تعرف شنو هالرياضه. وايد ناس ماخذين فكره غلط، يمكن يشوفون الناس بالشارع تسوق مثلا سياك البر او ياذون الناس، بس ما يدرون ان في رياضه مخصصه حق هالشيء، فيها سيفتي. وهالرياضه بالذات احنا بلشنا بعمر متاخر. هالرياضه المفروض مثلا بالموتوكروس تشوف من 3 سنين 4 سنين يبلشون الرياضه. فالحين الحمد لله يعني عندنا حلبه حق الجونيورز في مدينه الكويت لرياضه المحركات، قاعد نشتغل ان نوعي المجتمع مع السبونسرز اللي انا عندي. مهم انه جدا ان نوعي الناس ان هذه رياضه ومفروض تتعامل كاي رياضه ثانيه بالكويت. نادي الكويت لرياضه المحركات الدراجات العاليه يستقبل اي واحد جاهز وعنده بطولات وعنده انجاز وحاب ان هذا يستقبل اي فئات العمر. طاقم تدريبي انا عندي يعني طاقم مختلف، عندي ناس متخصصه ان حطت لي جدول مثلا بالنادي، عندي ناس متخصصه حاطت لي جدول لما اتمرن على الدراجه شنو اتمرن، عندي ناس حتى بالرالي مثلا يعطونك استراتيجيه، لان بالرالي هم فيها استراتيجيه شلون تسوق. ومثلا في بعض الناس ما يبون يخلصون المركز الاول اليوم الثاني، لان اليوم الاول لان تفتح الدرب، فالناس يخلصون عناد مثلا المركز الخامس عشان يوم الثاني يخلون مسابقين يبلشون قدامهم عشان خط المسار يتضح. وعندي ناس يعني تساعدني في كثير من النواحي. اعتقد كل واحد اللي عنده هدف بباله لازم يتوقع انه راح تكون في صعوبات، في ناس ما راح تتقبل ان انت قاعد تسوي هالشيء، ممكن يكون ناس من المحيط القريب عليك، ممكن المجتمع نفسه. بس دام انت عندك هدف وقاعد تشتغل عليه وقاعد تتعب على نفسك، هذا بذاته انجاز، ولازم الواحد تخرب نفسه انه قاعد يسوي هالشيء.